عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وعندما يقوم قائمنا وعندما يقوم قائمنا أكرر، يقول الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، يقول: وعندما يقوم قائمنا يدعو الناس إلى الإسلام مرة أخرى. من الذي يقوم؟ يقوم قائمنا يدعو الناس إلى الإسلام مرة أخرى، ويهدي إلى أمر انقرض من الوجود، ويهدي إلى أمر انقرض من الوجود، وضل الناس عنه، وسمي المهدي. من الذي سمي؟ من هو الذي سمي؟ أول الرواية يجيب على هذا السؤال: وعندما يقوم قائمنا، هذا القائم سلام الله عليه، يقول الإمام الصادق عليه السلام: وسمي المهدي. لماذا سمي المهدي؟ لأنه يهدي إلى أمر ضال. وسمي المهدي لأنه يهدي إلى أمر ضال. وسمي القائم لأنه يقوم بالحق. وسمي القائم لأنه يقوم بالحق. إذن الذي يقوم في آخر الزمان، والذي يدعو الناس إلى الإسلام مرة أخرى، والذي يهدي إلى أمر قد انقرض من الوجود، من هو؟ ما اسمه؟ اسمه المهدي واسمه القائم. ما اسمه؟ اسمه المهدي واسمه القائم. فلا أقول أكثر من أن أقول لكم، من أن أقول لكم: ضعوا في فم من يدعي بأن المهدي غير القائم، ضعوا في فمه التراب. ولا أقول أكثر من هذا. فمن يخدع الناس وينافق على الناس ويأفك على الناس بهذه الدعوة الضالة، بوجود مهدي، بوجود المهديين مقابل القائم، فارموه بالحجر، فاكشفوا ضلالته، إنه ضال مضل، إنه إمام ضلالة، إنه دجال.